نخش بقى في ايه، في كواليس الاهلي وماتش النهارده ده الاهم بالنسبه لنا، وماتش مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري امام انبي. قبل ما اتكلم عن الماتش ده خليني سريعا اتكلم على خبر من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي بيعلن التصنيف الرسمي العام للانديه الافريقيه بعد احتساب نتائج اخر 5 سنوات في نهائيات المسابقات دوري الابطال والكونفدراليه. الاهلي بقى فين؟ تعالى كده بص بقى عشان نعرف قد ايه الاهلي ولعبته رجاله على مدار التاريخ بقى اخر 5 سنوات. الاهلي في المركز الاول ب 78 نقطه، والترجي التونسي في المركز الثاني ب 65 نقطه. ادي الاول وادي الثاني، اللي هو مين الثاني؟ الترجي التونسي. تعالى بقى نشوف كده ايه الوداد في المركز الثالث برصيد كام؟ 63 نقطه. الزمالك في الرابع؟ لا الزمالك حتى مش في الرابع، الرابع الرجاء، ماشي متأسف، الرابع الرجاء، الرجاء ب 54 نقطة، والزمالك في المركز الخامس ب 47 نقطة. ده التصنيف اللي أعلن عنه بشكل رسمي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبقا لنتائج الفرق الأفريقية في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية المختلفة سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. فالأهلي يعني في التصنيف الاول او في المركز الاول، وان شاء الله يستمر على هذا المنوال بحكم بطولاته الافريقيه وتفوقه الملموس بشكل كبير. وان شاء الله باذن الله انا بشوف يعني ان النادي الاهلي في طريقه للقب قرن جديد. احنا ممكن ما نبقاش موجودين او اكيد مش هنبقى موجودين يعني لما يتم الاعلان عن بطل القرن الجديد، بس احنا بنبارك للاجيال اللي بعدينا كجمهور النادي الاهلي بلقب جديد هيكون ليهم مؤكد باذن الله تعالى طبقا للارقام والاحصائيات والنتائج والالقاب اللي بيحققها النادي الاهلي افريقيا. وده ما يقللش طبعا من اي نادي في داخل القاره الافريقيه، لان في انديه كتير جدا مميزه.